تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون 57/18 يقضي بتغيير وتسميم القانون رقم 77/15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية من مادة الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. تقدم بسيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وهو مشروع يأتي بعد 3 سنوات من اعتماد المشروع الهام الذي كان في سنة 2015، وأكد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في نص الخطاب الذي وجه إلى الدورة 21 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، إلى كون هذا القانون متعلق بالنفايات البلاستيكية تعبير عن تعبئة وعن الالتزام من المملكة المغربية إزاء كل يعني ما اعتمد على المستوى العالمي في هذا المجال. حيث أكد في جلالته في نفس الخطاب: أما في الدول النامية فتشكل مكافحة الأكياس البلاستيكية تحديا حقيقيا، فالناس لا يهتمون بكيفية التخلص منها بقدر ما يهتمون بملئها من أجل سد حاجياتهم. فالأمر هنا يتعلق بمسألة تربوية، ومن هذا المنطلق وفي كلتا الحالتين فإنه لا بد من سن قوانين ملزمة. فعلا قانون 77/15 والذي نشر في دجنبر 2015 شكل نقطة تحول بالنسبة إلى بلدنا في العمل من أجل منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. والنتيجة هو أنه على المستوى بعد 3 سنوات تم تخفيض استهلاك المادة الأولية البولي إيثيلين العالي الكثافة والتي تستعمل في صنع الأكياس البلاستيكية، تم تخفيض الاستهلاك ب 35 ألف طن بين 2015 و 2018 قبل صدور القانون، واليوم تم تخفيض ديال الاستهلاك ب 35 ألف طن أي ما يعادل 50% من الاستهلاك الموجه لصناعة الأكياس الممنوعة، وذلك قبل دخول القانون 77/15 حيز التطبيق. وتم إرساء نظام خاص للمراقبة على مستوى التصنيع تكلفت به وزارة الصناعة، على مستوى المعابر الحدودية تكلفت إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، وعلى مستوى السوق تكلفت وزارة الداخلية. كانت هناك منهجية تشاركية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.